السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من مطبخي، مطبخ فتافيتو كيتشن. وصفتنا اليوم كتير كتير مرغوبة ومحبوبة، والكل صراحة اللي ما بيعرف يعملها بالبيت بيروح بيشتريها من السوق. اليوم رح نعملها بالبيت بخطوات سهلة وبسيطة، إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم. اليوم وصفتنا هي المكدوس أو المقدوس، وبالأخير البتنجان المغمور بالزيت أو المخلل بالزيت بزيت الزيتون. هي وصفة مشهورة كتير ببلاد الشام وكتير محبوبة وكتير مرغوبة. كل اللي عملته أنا إنه جبت بتنجان بس قصيت الساق عشان لما أجي أسلقه ما يخبطوا ببعضهم ويجرحوا بعضهم. تمام، هاي حبة البتنجان غسلتها وقصيت الراس، مش الراس هي كلها لا، بس العود هذا. وهون عندي ماء مغلي فقط. راح أحرك الكاميرا عشان تكون واضحة، ما فيها ملح ما فيها اي شيء، مي وبس. راح انزل الباذنجان، هدول 2 كيلو باذنجان. تمام، حنزلهم كلهم. اوكي، وبحط تقل عليهم وبتركهم يغلوا من 10 دقائق الى ربع ساعة. طبعا انا بدي اتفقد حتى انه اشوف انه بكفي هيك استواء ولا لا. بدي احط صحن انا علشان التقل تاعي ياخدهم كلهم وينزلوا تحت المي. هذا التقل اللي بنحطه على المحاشي. تمام، والحبات اللي طايشة انا بضلني انا يعني وراهم، او بجيب صحن اكبر لحتى يحبكم كلهم. المهم انه راح اتركهم يغلوا من 10 لربع ساعة وبرجع لكم. تقريبا مر هيك 12 دقيقة وانا يعني فقدت البتنجان صراحة بكفي. خلص راح اطفي تحته، وهي بيكون باللون هذا، حتى بس افرجيكم. هيو يعني ها طريت، انا حسيتها من جوا طرياني. خلص بكفي هيك. انا عشان اوقف يعني عملية النضج راح اكب المي هاي بسرعة وبحط مي باردة تماما حتى اضمن انه الباذنجان خلص توقف هيك عشان ما يهتري مني، لانه لسه بدي احط له الحشوة وملح وهذا، فما بدي يدوب، بدي تضلها محافظة بقوامها بلونها الابيض من جوا. راح اعمل خطوة هاي وبرجع لكم. وهون بعد ما تخلصت بالماء الساخن وحطيت ماء بارد اكثر من مره، يعني غيرت المي على البتنجان اكثر من مره وحطيت كمان ثلج، بس بما انه يعني كثير ساخن فالثلج داب. المهم في ملاحظه هون كثير مهمه بدي اخبركم عنها. هلا حبات البتنجان اذا كانت كبيره اكبر من هاي او اصغر من هاي الوقت رح يختلف، يعني كل ما كانت كبيره رح تاخذ وقت اكثر، وكل ما كانت صغيره رح تاخذ وقت ما أقل. هون الخبرة بتلعب دور. أهم شيء إنك أنت كبير صغير وسط، أهم شيء لما تمسك حبة الباذنجان ها تكون صحيح طرية بس مش دايبة. يعني مرات بنحس هيك إنه إذا عملنا هيك إصبعنا بده يعني يفوت جوات اللحمة تاعت الباذنجان. فهون هاي درجة النضج ممتازة. أنا إيش الخطوة اللي رح أعملها بعد هيك؟ رح أتخلص من الكأس الأخضر اللي بحبات الباذنجان كلها، طبعا بدي اكب المي عنه واصفيه. تمام، وبعد ما اشيل الكأس الاخضر بجي بالسكين وبعمل فتحة من النص، ما بنكبرها كتير، بس اشي اللي لما ندخل الحشوة بس بدي انا هون افتحها شوي حتى افرجيكم كيف القلب ابيض من جوا مثل قلوبكم البيضة. شايفين ما شاء الله، هذا دليل انه انا مدة السلق تاعتي صحيحة، لانه اذا اقل من هيك القلب راح يكون اسود. فانتبهي للخطوات هاي. بعد ما اعمل كل الحبات بنفس الطريقة بدي املحها بملح خشن، ملح خشن من عند العطار. وبعد ما احط الملح خشن بقول لك شو راح تعملي بحبات الباذنجان. ومثل ما خبرتكم انا هون فتحت كل حبات الباذنجان وحطيت فيهم ملح، يعني بالضبط قدر هالقد. بنحطه هيك
بنمشي بإصبعنا وخلاص. بعدين بنصفهم بمصفاي على جنب، يعني بنخلي الفتحة هاي هيك على جنب، سواء هيك أو هيك، المهم إنه تكون على جنب. بنحطها بمصفاي جنب بعض، هيو بندور وين الفتحة بنحطها بجنب، وبخلص هالخطوة وبرجع لكم. وهيك خلصناهم بالمصفاي، وطبعا المصفاي بقلب صحن، وبنرش كمان ملح، اهم شي يكون ملح خشن. تمام، انا كمان رشيت بين الطبقات وعلى الوجه، وحجيب صحن ماشي، واي تقل عندك، اي تقل، كيس رز، كيس سكر، انا عندي التقل تاع المحاشي. بنترك البتنجان بالشكل هذا يومين ثلاثة على حسب ما المي توقف تنزل منه، يعني كل يوم بفقده برفع هيك وبشوف اذا في عندي مي بتخلص منها، برش رشات خفيفة وبحركه، يعني افضل شيء التحريك عشان يضله كلياته هيك متهوي. بعد ما ينشف تماما برجع لكم وبخبركم شو رح نعمل بالمكدوس. صباح الخير، هذا اول يوم للمكدوس بعد ما امبارح حطينا عليه التقل. بدي اقرب الكاميرا وافرجيكم، بدي اشيل التقل عفوا وافرجيكم كيف شكله، وراح اقرب الكاميرا حتى اورجيكم المي اللي نزلت منه. يعني هو اول يوم هو اكثر يوم راح تنزل فيه المي، بس بعد هيك راح تقل، يعني اليوم الثالث الرابع الخامس. هون انا ايش راح اعمل؟ راح برضو ارش رشة ملح خفيفة وبرجع بحط التقل وبتركه بكرة بعده لحد ما انه يبطل ينزل مي. تمام، وهيك بيصيروا البتنجانات بعد ما مر عليهم ثلاث ايام، هيها ناشفة. تمام، طبعا لو في اي زيادات هيك بفوطة مطبخ او بفاين مطبخ ورق مطبخ بالنشف. هلا دور انه نحضر الحشوة. ايش بيلزمنا للحشوة؟ الكمية هاي 2 كيلو باذنجان. تمام، رح يلزمني نص كوب ملح خشن. تمام، وهون رأس متوسط من الثوم، كوب ونص من الجوز، معلقتين كبار دبس فليفلة حلبي. انا صراحة بحب الدبس الفليفلة الحلبي، بس انت ممكن يعني تستعملي اي نوع هريس شطة، وانا عاملة فيديو لكيف نعمل هريس الشطة بالبيت. هلأ هاي هدول الحشوات اللي متعارف عليها للمكدوس، ولكن ذوق الشخصي او طريقتي انا الخاصة، انا بحب احط على الحشوة معلقة من البرغل الخشن، هاي مغسولة ومنشفة تماما ما فيها ولا نقطة مي. بحبها ليش؟ لأنه يعني بتسحب الرطوبة وبتخلي البتنجان بعد ما ينحشى إنه يصفي أي مي بسرعة، بدل ما مثلا نقعد 5 6 ساعات، لا بنقعد 2 3 ساعات. فرح أفرم أنا هلأ الجوز والتومة فرم خشن وأخلط كل الحشوة وبرجع لكم وانا بحشي حبات الباذنجان. وهيني فرمت الجوز فرم خشن، طبعا في ناس بتفرمه على السكين، هذا بيرجع لرغبتك انت. تمام، بس في ملاحظة، انا صحيح انه اعطيتكم المقادير والكميات، ولكن انا ما بحطها كلها مرة واحدة، لانه ممكن انه الحشوة عندي تزيد، فانا التومة باخد جزء منها وباخد جزء من الجوز وبترك عندي على جنب، هي تركت هيك عشان بس انه ما نحط الحشوة وبعدين يزيد معنا وما يعني صحيح ممكن نستعملها في شيء تاني، ولكن الافضل انه نعمل الحشوة على قد. وهون انا كمان فرمت التومة وهيها رح احطها على الجوز، وضفت الملح كمان. تمام، وهي البرغلات رح اقلب هذا كلياته هيك، يعني حتى الملح برضو انا ما حطيته كله،
تمام، يعني هذا أفضل شيء إنه ما يزيد معنا الإشي، يعني نعمله على قد، ولو زاد ما يزيد كتير. رح أقلب وبرجع لكم بعد ما تصير الحشوة عندي جاهزة. وهيك الحشوة صارت جاهزة، بنبلش ناخد من حبات الباذنجان ونحشي. شايفين؟ هي هيك. اوكي، هون عاد شغل الايد بيزبط اكتر صراحة. اوكي، بس هيك. وبعدين بعد ما نخلص حشو الحبات كلهم بنجيب برطمان ازاز، هو افضل اشي صراحة الزجاج لحفظ المكدوس. حكمل الحبات وبرجع لكم وورجيكم كيف راح نحطهم بقلب البرطمان الازاز. خلصنا حشو الباذنجانات زي ما انتم شايفين، هدول اللي ضلوا من الجوز وهذا اللي ضل من الملح، يعني شي معلقة كبيرة. تمام، وهذا تقريبا يعني ربع كوب او شوي زيادة شوي، وضل من التمر برضو معلقة متوسطة، مش معلقة كبيرة ولا شيء. المهم انا بس حبيت افرجيكم انه يعني حتى مع العيار هذا ممكن انه يضل منا حشوة. هلا اجى دور انه نعبيه بالبرتمان، برتمان نظيف وجاف تماما. بنبلش نعبي حبات الباذنجان. الاسهل انك تنيمي البرتمان هيك وبتبلشي. هلا الفتحة تاعت الباذنجان اللي فيها الحشوة هي اللي حتكون ظاهرة. تمام، هاي حنصف واحدة جنب الثانية. اوكي، انا يعني هخلص البرتمان وبرجع لكم حتى انه ما اخذ من وقتكم. خلصت انا صف الباذنجان زي ما انتم شايفين، ورشات خفيفه من الملح بس بين الطبقات وبعضها. تمام، هي اوكي. بعدين بجيب صحن وبقلب البرتمان عليه. اوكي، وبعدين بجيب معلقة تكون بس هيك حفتها عالية، وشوي برجع البرتمان لورا وبحط المعلقة هيك حتى اسهل انه المي رح ينزل منه مي، ما تخافوا. هلا بتركه مثلا ساعتين ثلاثة، هو مش اكتر من هيك، يعني ممكن يعني اقصى شيء حيكون يوم. بعد هيك بعدله وبحط عليه زيت زيتون وبسكره، وبعد اسبوع بناكل منه. بعد ما تركنا البرتمان مقلوب على تمه وتصفت المي منيح، يعني هدول صراحة بعد 3 ساعات هدول بس اللي نزلوا، وتأكدت انه ما في مي بتنزل من الباذنجان، درت انا زيت زيتون وراح اعبيه لا يغمر كل الباذنجان. بس راح اغطيه بدون ما احط الجلدة، شايفين هيك؟ ليش؟ لانه راح يطلع غازات بعد شوي اكيد، يعني من التفاعلات اللي راح تصير من ورا التومة والملح والاشياء اللي حشينا فيها الباذنجان. فراح نتركه هيك لبكرة، بكرة بحط الجلدة تاعت البرتمان وبسكره منيح هيك. بس الحكي هذا بكرة، من هلأ راح أتركه مفتوح هيك شوي هيك عشان يطلع الغازات اللي فيه. وهيك بيكون الباذنجان تاعنا يعني خلصنا طريقته. متى بنقدر ناكل منه؟ معكم من أسبوع لعشر أيام. طيب وين نحفظه؟ نحفظه في مكان جيد التهوية، بعيد عن الحرارة وبعيد عن الشمس. أوكي، ممكن الستات اللي مرات الباذنجان بسلقوه زيادة رح يلاقوا انه الباذنجان استوت كتير ودابت وصار طعمها هيك يعني قريب انه يحمط او يخرب،
فانت يعني ديري بالك من الخطوات اللي حكينا فيها بالبداية حتى يطلع معاكي المكدوس ممتاز، وما في اي يعني خطوات تخليك انك تقولي انه خرب معي او انا خسرت المواد اللي استعملتها. ممكن كمان اذا انت مطبخك من النوع اللي يعني صيف او شتاء مطبخك كتير دافي او في حرارة، انك تحفظي المكدوس بعد 2 3 يوم بالثلاجة، بتصير الطولي منه على قد استخدامك. كمان في ملاحظة كتير مهمة، اذا طلنا المكدوس وحطيناه واستعملناه وضل منه ممنوع نرجعه على البرتمان، هذا اولا. ثانيا لما بنطولي المكدوس من البرتمان اكيد راح الزيت يقل، فنحن ابدا ما بيسوى نترك ولا حبه باذنجان معرضه للهواء بدون زيت. يعني كل ما ناخذ من البرتمان ونلاقي الزيت قل بدنا نزيد ونضلنا مخليين المكدوسات او الباذنجانات مغمورين بالزيت. هيك بالطريقه هاي انا بضمنك انه المكدوس يضل عندك يعني من السنه للسنه، ولا بيصير على شيء ولا بخرب ولا بيعفن ولا شيء. فراح اترككم من هون يعني اسبوع 10 أيام، بدنا نفقد بعد أسبوع وبفرجيكم كيف النتيجة وإن شاء الله بيكون طيب. وهذا بعد مر أسبوع على المكدوس بنقدر ناكل منه. هاي سكبته، طبعا بنسكبه مع زيت زيتون، بنقطعه بالسكين وبتقدم طبعا مع الفطور أو مع العشاء، يعني هو طيب كتير. أزكى شي مع مفركة بطاطا مع حمص فول فلافل، يعني مع الأكل الشعبي كتير طيب وكتير زاكي. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، بتمنى إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم. أي استفسار عندكم حطوا لي تحت الفيديو وأنا أكيد رح أجاوبكم بكل حب وبكل رحابة صدر. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. سلام.